كبرى شركات المحاسبة العالمية تسعى هذا العام لتقسيم أعمالها بين التدقيق والاستشارات، وذلك بهدف عدم تضارب مصالحها وزيادة إيراداتها. هنا نتحدث بالتحديد عن أربع شركات محاسبة عالمية، هي ديلويت، إي واي، كي بي أم جي، وبي دبليو سي. بالنسبة لشركة إي واي، فهي كانت قد أعلنت أنها ستقوم بإنشاء كيان مستقل لأعمال الاستشارات، وذلك بهدف تفادي تضارب مصالحها، وأيضا بهدف زيادة عمليات الاستحواذ على الشركات الاستشارية. في هذا الإطار نشير إلى أن إي واي سبق وأعلنت أنها قامت بإبرام 200 صفقة خلال التسع سنوات الماضية، وحققت من هذه الصفقات 1.5 مليار دولار كإيرادات سنوية. وهي أعلنت أنه بعد قيامها بفصل أعمالها بين التدقيق والاستشارات في العامين المقبلين، فهي تتوقع أن تزيد إيراداتها السنوية بحوالي 1.5 مليار دولار. نضيف أيضا إلى أن شركة إي واي أعلنت أنها ستخصص 2.5 مليار دولار لتمويل عمليات الاستحواذ على شركات الاستشارات، وأيضا أعلنت أنها تنوي الاستثمار في مجال التكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية الضريبية. إذن هل ستمضي كل شركات المحاسبة العالمية هذا العام على خطى شركة إي واي؟